عملية إخلاء للباب الجبلي في صفاقس، وفريق جنوب الصحراء مشاو في كيران. بعض المناطق رفضوا أنه يكونوا أنه يستقبلوهم المواطنين، عملوا حاجز تقريبا منهم العامرة. معنا محمد بن محمد دبة، ناشط مجتمع مدني في العامرة ومن متساكني العامرة، باش يحكينا على شنو اللي صار. محمد صباح النور. صباح النور سي محمد، ربي شكرا لك انت على قبول التدخل. سي محمد، كان تلخصنا شنو اللي ساير وعلاش في العامره الناس ما حبتش تستقبل فريق جنوب الصحراء؟ شفنا فيديوهات البارح وشفنا الكار اللي عملوا الدوميتور ورجعت، شنو اللي صار؟ صار انه كانت فيك القرارات نتاع ولايه صفاقس الوالي شبكه اللي مش موجوده المعتمد الاول، اللي يضبط ولايه صفاقس ورد معتمديه العامره انصب بما عاد انصب عقاربه كالعام. احنا شنو معناها مصب؟ ليه لحظه عادي يا محمد، شنو معنى مصب؟ ليه لحظه عادي، مصب سامحني مصب، انا كلفيك قلت لها انت الصاق. لحظه لحظه ما نخليكش تتجاوز، ما شنو كلمه مصب؟ مصب تتقال على الفضلات راه عبيد عبيد بشر. لا ماش على عبيد يعني، مالها على شنو؟ البيض الصاق قلت لها ربوا الفرقه غاديك. اي لحظه يا محمد، لحظه برك تسحب كلمه مصب، سينو ما نكملش معاك تليفون. لا تسحب عندك واضح واضح عبيد عبيد كيفنا كيفهم، باش ما نريوش نحكيو كيما بلدان اخرين على اولادنا اللي يمشيو يحرقوا كذا. كل مواطن غادي، كل افريقي غادي جاي من بلاد عنده حلمه وعنده عائله وبشر كيفي وكيفك، كنا نجم نكونوا في بلاصتك وما تعرفش على الظروف. صحيح دونك نسحبوا، لحظه برك نسحبوا كلمه مصب ولا كل كلمه تاعك واضح كل كلمه واضح واضح. انا وقت اللي تطابق يتخش الكار فهمتي باخواني الفارقه في العامره، انا ما رانا انا ضد العنصريه، لكن الضغط الصغيرات قلت المعيشه المواطن دعم ناقصه والدوله ما تذكرتناش، الفوضى الموجوده التدليس على الناس، الصغيرات ماشي يقراوا والله يضمروا، لا ما تمش راحه نفسيه، لانه ماهوش حل انك ترحل الفارقه اخواننا الفارقه من البلاد من باب حر وباب شبلي وتجيبهم في العامره، لا هذا حل. الدوله يلزمها تنظر بمنظور اخر. راهو هذا كي تجيب وحدات دخلوا قبلتها في العامره، اش تقصد بها؟ انت علاش لو الجيش تحبسوا ودخلوا الحبس؟ والكار والوصف فيها الحاكم توصل فيها لا في العامره، الحد نفهموا برا احسن. شو قلت لي الحبس ما سمعتكش محمد، شو الحبس؟ اللوجات نتاع النقل، اللوجات خط الصاقس العامره. اي. تو فما ناس موجوده في الحبس، علاش؟ لانه هز واحد فلوس جابوا للعامره. فهمتني؟ علاش اليوم وسائل النقل العموميه الكراد تجي بالنوايات وتربط فيهم وتكون فيهم الدوله. هذا حديث معقول، فما تناقض كبير ياسر. حكيتوا مع حكيتوا غادي مع المسؤولين كمجتمع مدني، قابلتوا قابلتوا اي مثلا به لحظه لحظه اسمعني محمد، كي قابلتوا الولايه الناس في المعتمديه الولايه شنو قالوا لكم؟ كي قلتوا لهم مثلا انه مش معقول الرقم هذايا باش يجي المنطقه كيما العامره، قداش عدد المتسكنين نتاع العامره؟ 45000 نسمه. 45000 نسمه وهما 12000 هكا يظهر لي. 12000 باهي هذا حسب ما قلت انت 12 باهي. كي حكيتوا لهم قلتوا لهم لا باش نلقاو حتى مشكل، خاطر تو معناها معده البرنامج حكيت معاك في التليفون، انت قلت لها حتى المواد الغذائيه باش تعرف شح ما عادش باش نلقاو الماكله ما عادش. هذا رايك انت، باهي كي حكيتوا مع المسؤولين اش قالوا لك؟ قال لك انا ننظر في الوضع اللي هي نورمالمون وزاره الصناعه والتجاره ومسؤولين الجهه يقرا لك مادام عندي 45000 نسمه وزدتني لانكار نتاع السكان نورمالمون تقرا حسابي في الروس وفي السكر وفي السميد وفي السرير. لما نجي احنا حوايتي والله المواطنين يضمروا كيلو سكر شر لا شافوه. السميد ما فمش. الروس ما فمش. زيت ما فمش. انت على الاقل كي جبتني البوافايا اعمل مخيمات احترم امور المسلمين. معناها انت مشكله المشكله بالنسبه ليك المواد هذوما كان يتوفروا المواد الغذائيه مثلا، انت ما عادش عندك مشكله كناشط في المجتمع المدني؟ صحيح وليش بنخلوا نقصوا الفواز نقصوا الضغط. وقف الضغط شويه راه هي نجي راه بالضبط. اخزر محمد شو يكونوا عمليين، انت ولد البلاد ولد المنطقه، شو تقترح كحل؟ لازم نلقاو حل ويكون حل انساني زاده للناس هذوما، انت شنو تقترح؟ معلش انا غير عنصريين بالعكس معتمدين. شنو تقترح؟ شنو تقترح كحل في دقيقه؟ حل يا اخويا انا مده شهر وشهر ونص وانا قاعدين نتناقشوا ونتصادقوا الحكايه هذه، انه نورمالمون لا يمشي يعمل له مخيمات جاي يشتاو عائلات وراهم وبلادات عمرهم عامين وعملوا
فريق مين؟ توفر المواد الأولية والمواد الغذائية. تحماهم شوية. راهو آخر مرة أنا شوية صارت كارثة 30 صارت لهم عملية تحايل وجبدوا واحد من هذي معتمدين في عرض القهوة ومش يعملوا له عدالة عدالة بقانون هو. راهو هذي طلبت بالعالم. هذي راهو في الأخذ اللي ما نجموش ناخذوا حالة صارت باش نعموا على الناس هذي اللي هما موجودين في بلادنا. على خاطر اسمعني يا محمد، على خاطر بالمنطقة هذي تاخذوا الاتحاد الأوروبي روح لك بجحافل التوانسة، على خاطر فما تونسي قتل صاحبته ولا تونسي براكة كذا. بعيد على هذا، ماذا تقترح كحل أنت كولد المنطقة ولد العامرة وتعرف المعتمديات القريبة وتعرف صفاقس، شنو ترى الحل أنت؟ فما هما حل يكون انه 30 خويا مازالوا داخل الشتاء و12 ألف مكفش خلاها تحت الزيتون. قرر مكان معين على كاربونا على القرعة المخيمات اللي عملوا في التطوير هي عملوا في العامر كيحس. هذه أول حاجة، أول خطة باش يحمي الإنسانية ويحمي ناس هذيك والصغيرات باش ما يقعدوش في الشارع معناه. لا حاجة مع المنطقين تحت الزيتون تحزم الشكور. الحاجة الثانية، أنا مرة فاتت ولين عمره 3 سنين لقيته قدام الحانوت هزيته فهمت الكلفين ليش بنيانة منش بنيانة بساطي هزيته الاصفاق ومتحمل مسؤوليتي لينه ونسير في اللخ ونحترمه. فهمت يا فيه؟ اي فهمت. كما انت اليوم تقترح انه يعملوا لهم مخيمات، معنى هذا اقتراحك انت كناش في المجتمع المدني. شوفوا حد ثلاثم وخمسني ونوصلوا من المواد ودعموا المواد الاساسية هذا اللي لاقصة في البلاد. اثنين يا اخويا، ما فهمش حل. احنا رانا والله العظيم الشعب كمهالجي هطو حاليهم قاعد ينددوا بوقع احتجاجية وضراب عاب سني. راهو مش معقول، راهي البلاد مش تدخل في فوسي، مش تدخل في حبرة كبيرة. ما تنمش يا اخويا، ما نجد شيء بالشبكة يا اخويا فوق عنينا. موت ولا يحوى ولا يبادي باص في هيك المطار. ما سمعتك شنو الجملة الأخرى؟ سيب الشبكة قالك. سيب الشبكة يا اخويا إذا دولة عاد على المنطفة الرائية ثبت وحناك بحساب الشبكة بمعنى خليهم يحرقوا معنا. بمعنى خليهم يحرقوا. واضح محمد، واضح محمد. شكرا لك على تدخل. مرة أخرى نحب ولا كلمة ما سب، لأنه كلمة راهو عيب أنها تقالت في إذاعة. عيب. شكرا لك. ميساج. والله ما دامك اعتذرت مرتين مقبول الاعتذار ونعتبرها زلت لسان. يقول لك اعمل مخيم، يقول لك كيفاش يدخلوا لي 12000 وانا 45000 ما عنديش مواد غذائيه. معناها يقول لك تحت ذمه شكون انا تسيبهم لي هكا؟ معناها الافارقه يخرجوا في الشارع ما عندهم مين يبات وما عندهم كذا. معناها فهم بعض التساؤلات المنطقيه. على ذاك الصباح كي حكينا قلنا الدوله شنو باش تعمل؟ لازم تلقى حل. معناها لان هو قال لك يا سيدي ما لا سايبهم يحرقوا. معناها فهمت؟ بيان سور نحكيو على مواطن قاعد يحكي تو ولد المنطقه بو ناشط في المجتمع المدني لا نملك حلول. شنو الفرق انك هزيته من صفاقس وحطيته في العامر كي ما اعطيتوش حل انه مأوى انه ينجم يستلي روح وينجم يلقى بلاصه وين يتغطى؟ راه كيما قال عندنا مشكله بعدناها من الواجهه حطيناها في خبيناها حطيناها تحت الزيتون. اليوم كيفاش يعيشوا الناس هذوما؟ توا جاي البرد وجاي الطقس باش يولي خايب. الناس هذوما كيفاش يعيشوا؟ المفروض انت وقت اللي عندك استراتيجيه باش تخرجهم من صفاقس وتهزهم للعامره حضر لهم بلاصه مأوى اللي نجموا هما يسكنوا فيه، نجموا يعيشوا حياه كريم اونتر جيمي مع تحد الادنى اللي نجم الناس يعيشوا فيه. معناتها باش ينجموا المواطنين الناس اللي تنجم تعيش فيه. لكن مش هزهم من صفاقس وحطهم في العامره ما حلتش المشكل. حاولوا بربي فريق الاعداد نلقاو مسؤول يفسر لنا شنو ناويه تعمل الدوله. ميسالش نحاولوا غالي ما يعرفوش حتى المسؤولين ما في بما اكيد 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 فما مسؤول واحد متسرعة. يعني. لا بعيد على متسرعه، فما اكيد مسؤول اعطى امر باش نمشيو في الثنيه هذيا من بعد عارفين شنو باش نعملوا. دونك اتمنى على الاقل سويت اللي صار البارح، اتصور انه فما اجتماعات وفما كذا نعيشوا في دوله كوميم. دونك ماذا بينا مسؤول يتكلم يقول لنا شنو ناويين نعملوا حتى نوثقوا للراي العام. بالك شي هالاحتقان الصغير اللي صاير في العامره هذايا يهفت شويه والناس تقبل وتفهم انه باش يعملوا كذا وباش يعملوا كذا وسنجد حلول انسانيه وترضي الجميع وما تقلقش الاهالي وتاخذ بعين الاعتبار الجانب الانساني للموضوع. نعود بعد الاخبار.